النهاردة هتكلم معاكم في قصة وفي موضوع حصل ومحدش خد باله منه، وناس كتير انتقدت الحكاية دي بس محدش أخد باله، وهي مشاركة الفنانة هند صبري في موكب نقل المومياوات المصرية من المتحف المصري لمتحف الحضارة. الناس قالت ازاي هند صبري بالذات هي اللي تشارك وهي أصلا مش مصرية. الناس كتير ما تعرفش ان الفنانة هند صبري مش مصرية أصلا أبا عن جد، يبقى ازاي تشارك في موكب مومياوات مصري؟ طبعا حالة كبيرة من الجدل أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان الفنانة هند صبري التونسية مشاركتها في موكب نقل المومياوات المصرية، واللي الحدث التاريخي ده كان في 3 أبريل الماضي. وليه هند صبري بالذات؟ ليه ما شاركش في الحدث ده فنانين مصريين أو ناس علماء ولهم أهمية في الدولة؟ 3 أبريل الماضي كان موعد نقل المومياوات المصرية وكان عددها 18 مومياء لملوك و4 ملكات، والتحرك بدأ ب21 طلقة تحية طبعا للفراعنة اللي هم فراعنة مصر العظام. الفنانة هند صبري قالت وصرحت فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي. معظم الفنانين ومعظم الناس انتقدت الحكاية دي، ازاي هند صبري تشارك في موكب مومياوات مصري وهي أصلا مش مصرية. ومن الناس اللي انتقدت الفنان مصطفى درويش. الفنان مصطفى درويش أعرب عن انزعاجه من مشاركة هند صبري في موكب المومياوات، وكتب درويش عبر حسابه على فيسبوك: طبعا مع حبي واحترامي وأدبي ومش عارف ايه للفنانة هند صبري، بس هو 100 مليون مصري، يعني ما عندناش واحد فيهم يمثلنا، فنروح نجيب أجانب على أساس ان الفنانة هند صبري أجنبية ومش مصرية. وبعد كده كتب في منشور تاني: كبروا المواضيع بقى ووقعونا في الناس، أنا قلت حق ربنا لا هطبل ولا هكذب. بدأ يجي ورا: أنا بحب هندي جدا وبحب فنها وبحب حبها لمصر، بس بحب مصر أكتر وبحب المصريين أكتر وأكتر وبحب تاريخ مصر أكتر وأكتر وأكتر. ده الفنان مصطفى درويش. وبعد كده قال شك الدبوس وكتب: البيت أولى بي أهله. تقصد مين يا أستاذ مصطفى؟ عندنا ناس كتير تكون في الحدث ده. زي مين يا أستاذ مصطفى؟ سمعني. قال عندنا يسرى، سوسن بدر، روبي، حنان مطاوع. ياريتك ما قلت. ويبقى في علماء واطباء ولعيبه مثلا. ايوه كده يا راجل، ايوه كده. بعدها قال مثلا نجيب محمد صلاح، رانيا علواني. ايوه كده يا عم، اعدل شويه. واختتم كلامه وقال: مصر مليانه يا جماعه، مصر مليانه قامات عالميه، خلي الحدث ده يرجع السياحه تاني. يعني هو مشاركه هند صبري مش هترجع السياحه تاني يا استاذ مصطفى. وقال ارجوكم استغلوا الحدث ده لمصلحه مصر فقط. وطبعا زي ما في ناس انتقدت ان هند صبري في الحدث ده، في ناس دفعت عنها، ناس بتحبها، زي الفنان والمخرج أمير رمسيس، وحرص على الدفاع عن هند صبري وكتب عبر موقعه على فيسبوك: رد على مصطفى درويش، رد. كتب ايه؟ تعالوا نشوف. الحقيقة ما شفتش أسخف من موجة الهجوم على هند صبري ومشاركتها في موكب المومياوات. وقال الزينوفوبيا، الزينوفوبيا أو إرهاب الأجانب في أبشع صورها. احنا بنتكلم عن فنانة قدمت أعمال من أهم أعمال السينما في مصر ومحبوبة من المصريين كلهم. قول يا سيدي، قول وسمعني ووريني، قول. وتابع وقال المخرج شريف عرفة ملقيش أفضل منها عشان تجسد شخصية حتشبسوت. ثانيا، وجود هندي في الموكب خطوة عظيمة ومش كفاية، تكونش يا أخويا ملكة بريطانيا وأنا معرفش، وياريت يكون في غيرها عرب ودوليين كتير، لأنه تراث الإنسانية وتراث لمصر. مصطفى درويش يسكت؟ لا، رد عليه وقال له وكتب عبر حسابه على فيسبوك: اللي معترض على كلامي بالراحة. طيب أمك ماتت، ترضى حد يغسلها ويدفنها غير أولادها اللي حايشين حواليها يا أمير رمس؟ هو ما قالش بس يقصد كده. ولا تجيب أولاد مامتك التانية هم اللي يغسلوها ويدفنوها وكلكم ولاد وكلكم اخوات يعني؟ وهل ده يصح؟ لا ما يصحش طبعا. وبعد كده أضاف وقال نفس الكلام في المومياوات، أهم دول أجدادنا ودار وفاتهم، ما ينفعش حد ينقلهم غيرنا. وبعد كده عشان يداري كلامه قال دي وجهة نظري، بعيد اني احدد اي شخص او اي حد او اي اسم او اي بلد. واحترام الكامل ليهم، واسف لو سببت ليكي اي دوشة يا هنودة، وما كانش كلامي موجه ليكي شخصيا، انا بحبك ومن جمهورك. ده كان رد الفنان مصطفى درويش. وبعد كده تابع وقال اللي يعرف هند صبري يا ريت يوصل لها الكلام ده، لان انا معرفهاش شخصيا، وانا يا استاذ مصطفى بوصل لها الكلام ده، هتشوفوا الفيديو هيوصل لها الكلام ده. واخر حاجه قال اقفلوا القصه دي علشان انا تعبت من الشرح فيها.
طيب الموضوع خلص لحد هنا؟ لا ما خلصش طبعا. ردت هند صبري، انا شفت الانتقادات اللي توجهت لي وشفت الناس اللي وقفت معايا وفقت على سيل من الانتقادات اللي بتتوجه لي وانا ما عملتش اي حاجة غلط. وانا لما كتبت وقلت انا فخورة بهذا الحدث الذي شاركت فيه، مين بقى اللي حدد وقرر ان انا شاركت لوحدي؟ ما هو الحدث يا استاذة طلع على التلفزيون، محدش شارك يعني من الناس اللي احنا عايزينها. وقالت هل يجوز حدث تاريخي زي ده العالم كله بيشوفه تشارك فيه فنانة واحدة بس؟ لا ما يجوزش طبعا. ولو فنانة واحدة هل يجوز ان تكون غير مصرية ابا عن جد؟ الحدث ده شارك فيه معظم نجوم مصر، كلهم نشروا الكلام اللي انا نشرته. طبعا احنا ممتنين ليك يا فنان على مشاركتك، بس احنا كنا عايزين اللي يشارك ناس تانية غيرك، او مش انت مش عايزينك معلش يعني. كنا عايزين واحد زي محمد صلاح يشارك في الحدث ده، كنا عايزين واحد زي كابتن محمد النني يشارك في الحدث ده، كنا عايزين واحد زي الكابتن محمد ابو تريكه يشارك في الحدث ده، كنا عايزين كابتن حسن شحاته يشارك في الحدث ده، كنا عايزين الناس اللي هي عملت حاجه لمصر. وشكرا، ويا ريت اشتراك في القناه ولايك وكومنت، واستنوا الفيديو اللي جاي.